السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم راح نشارك معكم بريوش محشي بالشوكولات. بسم الله الحليب، كون دافي الحليب، نضيفو له زوج مرات السكر، حبيبات، وعندنا تلت مغارف زيت، خلطو مليح الحليب والسكر، تلت مغارف زيت، هنا مغرفة خل، مغرفة خل بيض، بيض بيضة، مغرفة خميرة، نخلطو الخليط. فرينة، عندنا تلت كيسان فرينة، كاس الأول، عندنا زوج كيسان، نزيدو كاس التالت، وعندنا مغرف فاني، مغرف لاليفير، ملح، عندنا قشور البرتقال، نكملو كاس التالت تاع الفران. وصلوا على هذا القوام، درت لي زوج تلت كيسان ونص تاع الفرينه، خليوها تطلع ومن بعد نرجعوا لكم. من بعد ما طلع العجين تاعنا نهبطوه، نضيفوا له مغرف زبده، ندخلوا الزبده مليح في العجين. خليوه يزيد يطلع المرة الثانية ونرجع لكم. العجين بعد ما اختمر المرة الثانية، نقسمو على نخرجو كويرات، نقسمو كويرات هكا حسب هذا الحجم. نعمرها في الوسط بشوكولا طلع، معجون الشوكولا، نغلقو مليح ما تخرجناش
كنو دهنا المول ولا الصينية في بالزبدة ونحطو فيها الكويرات. نستمر بالطريقة هذه. نخلصو ندهنوهم صفار البيض ونحطوهم يطلعو ونزيدو مرة تانية نطلعوهم ومن بعد نطيبوهم على 180 درجة نكونو سخنا الكوشة ونرجعو لكم ان شاء الله. بعد ما طابت ندهنوها بالعسل وهي سخونه، العسل ولا المعجون. الشكل النهائي تاع البريوش ديالنا ان شاء الله يعجبكم، نقص معكم وحده تشوفوها. سخون وجا طري ان شاء الله يعجبكم، ومع السلامة. في الفيديو جاي ان شاء الله، نتمنى تشتركوا في القناة.